شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول الشعائر الإلهية، والحديث في هذا البحث يدور حول محورين. المحور الأول في تحديد مفهوم هذه الكلمة، ومن يعظم شعائر الله. ما هو معنى الشعائر؟ وما هو مفهوم هذه الكلمة؟ الشيء الذي يظهر من كلمات بعض العلماء أن الشعائر بمعنى العلامات التي تقودنا إلى الله. العلامات التي تقودنا إلى الله يطلق عليها شعائر الله. هذا التعريف الذي ذكره بعض العلماء يحتاج إلى وقفة، وهذه الوقفة هي أن جميع الأشياء الموجودة في هذا الكون، كل الأشياء الموجودة في هذا الكون من نبات، حيوان، شجر، حجر، إنسان، جميع هذه الكائنات تقودنا إلى الله. الشاعر يقول: وفي كل شيء له آية، كل شيء آية من آيات الله، علامة من علائم الله، وسيلة من وسائل وصولنا إلى الله. وفي كل شيء له آية،
تدل على أنه واحد. ولذلك في ذلك الدعاء، دعاء عرفة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نقرأ هذه العبارة: عميت. الإمام يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول: عميت عين لا تراك. هذا الله اللي كل شيء آية تدل عليه، حتى هاي ورقة الشجر هذه آية من آيات الله، لا تدل، دققوا في هذه الجملة، لا تدل فقط على وجود الله. يعني نقول هذه الورقة تدل على وجود الله، أن هنالك خالق، أن هنالك إله، لا تدل فقط على وجود الله، وإنما تدل على وجود الله، وتدل على علم الله، وتدل على قدرة الله، وتدل على حكمة الله، وتدل على إحاطة الله، وتدل على وحدانية الله، لا تدل على الوجود، هي هذه الورقة. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم هو الذي ينتقل من هذه الكائنات إلى الله، إلى حكمته، إلى علمه، إلى قدرته، إلى إحاطته، إلى قيوميته. في هذا الدعاء الإمام صلوات الله عليه، هذا الدعاء مليء بالمعارف، كله معرفة. في يوم عرفة: عميت عين لا تراك. العين التي لا تشاهد الله مع كل هذه الآيات الموجودة، هذه العين عين عمياء. حقيقة هذا يحتاج إلى عمل عين، إلى عمل بصيرة، أن واحد يقول ماكو الله والعياذ بالله. إذن جميع الأشياء، جميع الكائنات، جميع الموجودات تقودنا إلى الله تعالى. ولكن هنالك فرق، دققوا في هذه النقطة، هنالك أشياء تدلنا على الله. جميع الأشياء تدلنا على الله، تقودنا إلى الله، ولكن هنالك أشياء أخرى. النوع الأول ما يدلنا على الله، النوع الثاني وكلامنا في هذا النوع ما هو متمحض في الدلالة على الله. يعني هذه الورقة ورقة الشجر فيها أبعاد، بعد منها بعد الدلالة على الله تعالى، ولكن هنالك أشياء متمحضة في الدلالة على الله. يعني كلها دلالة على الله، باطنها دلالة على الله، ظاهرها دلالة على الله، جوهرها دلالة على الله، شكلها دلالة على الله، كل كيانها كيان دلالي يدلك على الله. هذا النوع الثاني كما يبدو لنا، الأشياء المتمحضة في الدلالة على الله، هذه هي التي يقال لها شعائر الله. مو كل علامة تقودك إلى الله، العلامة المتمحضة في العلامية
كيانها العلام، واقعها العلام، حقيقتها الدلالة، هذا كل حقيقتها، هذه هي شعائر الله. يعني مثلا المسجد، المساجد من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المسجد شنو هو؟ المسجد واقعه، هيئته، شكله يدلك على الله، يقودك إلى الله. أنت عندما تذهب إلى بلد، رحت إلى بلد، بلد من البلاد، أكو أشياء، أكو بنايات، عمارات، مصانع، وإذا بك تشاهد مسجداً، هذا المسجد يدلك على ماذا؟ يدلك على الله. هذه شعيرة من شعائر الله. المآذن من شعائر الله. الأذان شعيرة من شعائر الله. الأذان شنو هو؟ الأذان وسيلة من الوسائل التي تدلنا على الله. أحد الغربيين كان جاي إلى إحدى البلاد الإسلامية، إحنا في هذه الشعائر اللي نعيش فيها مثل السمكة اللي تعيش في الماء، لا تشعر بقيمتها. حقيقة هذه المساجد، الحسينيات، المآذن، الأذان، المجالس الحسينية، حقيقة نعمة لا نشعر بقيمتها. كان جاء إلى إحدى البلاد الإسلامية، كاتب في كتابه أنه أنا كنت أوقت الساعة قبل أذان الفجر، أستيقظ، لماذا؟ وأفتح النوافذ منتظراً أذان الفجر. يستيقظ من نومه، يفتح النوافذ، يسمع أذان الفجر، يقول هذا يشرح روحي، أشعر أني انتقلت إلى عالم آخر. ما أعلم الشباب يسمعون أذان الفجر أو ما يسمعون أذان الفجر، في ظلام الليل، في ذلك الهدوء، بعد ذلك النشاط الباطني، واحد عندما يسمع الأذان حقيقة تؤثر هذه الكلمات في روح وتقوده إلى عالم آخر. الكعبة، النظر إلى الكعبة عباد، الكعبة شعيرة من شعائر الله لأنها تقودنا إلى الله سبحانه وتعالى. عرفات، أرض عرفات شعيرة من شعائر الله. أرض المشعر شعيرة من شعائر الله. هذه الأشياء الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه علامات تقودنا إلى الله. إذن الشعائر هي جميع العلامات التي تقودنا إلى الله. العلامات المتمحضة أو شبه المتمحضة في الدلالة على الله سبحانه وتعالى. هذا المحور الأول من محاور البحث في شعائر الله. المحور الثاني في شعائر الله، وهذا محور مهم لأنه كثير من الإشكالات من الذين لعلهم لا يعلمون، لا يعرفون، تثار إشكالات
حول بعض الشعائر الإلهية. هل يشترط في كون شيء شعيرة من شعائر الله أن يكون في عهد المشرع؟ يعني إذا شيء يقودنا إلى الله تعالى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله فرضا، ما كان في عهد الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وجد قبل 100 عام، 200 عام، 300 عام، أكثر أقل، يتمكن واحد يقول هذا الشيء ما كان في عهد النبي؟ إذن نرفضه، إذن لا نقبله. يمكن واحد يقول هذا الكلام؟ الجواب على ذلك باختصار، هذا بحث مطول، علماء الأصول بحثوا هذا المبحث، المحقق النائني رحمة الله عليه وهو أستاذ الفقهاء المعاصرين كثير منهم أو شيخ مشايخهم باحث هذا المبحث. القضايا الشرعية عادة تساق على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. القضية الحقيقية يعني شنو؟ يعني مفهوم. هذا المفهوم له أفراد في عهد النبي صلى الله عليه وآله. هل هذا المفهوم يختص بتلك الأفراد الموجودة؟ لا. القضية الحقيقية هذه طبيعتها أنها تستوعب جميع الأزمنة وجميع الأمكنة وجميع الأفراد، يعبرون الأفراد المحققة الوجود والأفراد المقدرة الوجود. حتى إذا فرد ما كان، شيء ما كان، ولكن إذا وجد هذا الفرد بعد 1000 عام، بعد 2000 عام، بعد 3000 عام، ذلك المفهوم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله أو ذكره الله ينطبق على هذا الفرد حتى إذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله. لا يشترط أن يكون الشيء في عهد النبي صلى الله عليه أو في عهد الأئمة الطاهرين صلوات الله عليه. في الحديث الشريف، الآن أجيب مثال ثم أنتقل إلى شعائر الله، من أنار مسجدا فله كذا. أنار الإنارة، من أحب ألا يظلم لحده، يعني قبره يكون مضيء، لحده يكون مضيء لا يكون مظلم، فلينور المساجد. إنارة المساجد فيها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الإنارة في عهد النبي صلى الله عليه وآله شلون كانت؟ كيف؟ بالمصابيح الزيتية مثلا، أو النفطية، أو ما أشبه الزيتية. يعني هذا الحديث فقط يشمل ذلك الفرد اللي أنار بالمصابيح الزيتية مثلا الشكل. يعني إذا اليوم واحد أضاء المساجد بالمصابيح الكهربائية مو مشمول لهذا الحديث؟ تقول لا، إلا تجيب في المسجد مصباح نفطي أو زيتي حتى يشملك هذا الحديث. فإذا جبت مصباح كهربائي ما يشملك هذا الحديث. هذا منطق؟ هذا واحد من العلماء يقبله؟ هذا واحد من العلماء قاله؟ هذا واحد من الفقهاء يقر؟ القضية الحقيقية لا يطرح فيها هذا. بعد 1000 عام يمكن كل هذه المصابيح الكهربائية تذهب، بعد ما لها وجود. الإنارة يكون بشكل آخر فلا يشمله هذا الحديث. هذا مو منطق، هذا مو كلام. شعائر الله لا يمكن أن يقال إنها بدعة،
لأنها ما كانت في عهد صلى الله عليه وآله. لا، أي شعيرة من شعائر الله، أي شيء يقودك إلى الله سبحانه وتعالى غير المحرمات، وترك المحرمات، لا، أي شيء خارج نطاق المحرمات يقودنا إلى الله هو مشمول لهذه الآية. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المدارس الدينية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء اللي يفتتحون المدارس الدينية كانت؟ لا، ما كان هذا الأسلوب، هذا المنهج ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله. كانوا يقعدون حلق في المساجد، أستاذ، معلم، كتاب، كانوا يدرسون الأطفال. فإذا المدارس الدينية مو مشمولة لهذه الآية، هذا منطق؟ يقبلون هذا المنطق؟ لماذا لا يقبلون هذا المنطق في المدارس الدينية؟ لا يحكمون هذا المنطق في تلك المواقع ويحكمونها في مواقع ثانية، هذا مو منطق. شعائر الله تعالى كل شيء يقودنا إلى الله، يذكرنا بالله، يدلنا على الله، هذا من شعائر الله. وتعظيم هذه الشعائر دليل على تقوى القلوب. الإنسان المتقي يعظم الله ويعظم كل شيء يرتبط بالله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الفصل الثاني من حديثنا، وهو الحديث حول الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية جزء من شعائر الله، أو يمكن أن نعبر عنها من أهم شعائر الله. الإمام الحسين صلوات الله عليه ما إلى وجود مستقل عن وجود الله، عن دين الله، لا، الإمام صلوات الله وسلامه عليه فدى نفسه وكيانه وكل ما يملك لله سبحانه وتعالى. قال: إن كان، يعني لسان حاله، إن كان دين محمد لم يستقم، دين محمد صلى الله عليه وآله إلا بقتلي يا سيوف خذيني. الشاعر يقول: هذه رجالي في رضاك ذبائح. رضاك، رضا الله سبحانه وتعالى. هذه رجالي في رضاك ذبائح، ما بين منحور وبين طعين. في موقع آخر: أعطى الذي ملكت يداه كل ما كان في إيده. شنو الإمام كان عنده؟ كل شيء. أعطى الذي ملكت يداه إلهه، حتى الجنين، حتى هذا الجنين أعطاه لله سبحانه وتعالى، حتى الجنين فداه كل جنيني. فالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما إلى وجود منفصل عن دين الله. تعظيم شعائره، تعظيم مجالسه، هذا في الواقع تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. واحد بالمقدار الذي يتمكن، يحاول في هذه الأيام القليلة أن لا يحرم من هذا الفيض العظيم. نختم حديثنا ببعض الأفراد الذين وفقوا لخدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه ونالتهم عناية أهل البيت.
واحد من هؤلاء الأفراد هذا الرجل المعروف وكلكم لعلكم سمعتم به الفرزدق. أكو خلاف طبعا بين المؤرخين أن هذه القصيدة التي ذكرها هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم في من قيلت هذه القصيدة. بعض المؤرخين يعتقدون أنها قيلت في الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وبعض المؤرخين يعتقدون أنها قيلت في سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال كلهم نور واحد. هذا الموقف حقيقة اللي اتخذ الفرزدق حقيقة موقف عجيب. الإنسان يظهر في مواقفه. أنتوا تروحون ويا واحد بالحج، واحد صديقكم عادي، يتخذ فد موقف لعله موقف في دقائق، ولكن تتغير نظرتكم إلى هذا الرجل. عجيب، هذا الموقف في دقائق يكشف عن عمق عجيب. مثل تروحون في الصحراء منبع ماء صغير شبر شبري، ولكن تكتشفون أن هذا المنبع أن هذا الماء يكشف عن منبع عظيم، بحر من الماء. موقف شوفون يكشف حقيقة هذا الموقف اللي عرض نفسه للقتل أمام هشام، موقف جدا عظيم. الجامي وهو أحد كبار علماء السنة ينقل هذه القضية في كتابه، يقول رؤية الفرزدق. هو قال للإمام السجاد، الإمام عندما بعث له مالا قال أنا ما أقبل هذا المال لأني ما قلت ما قلت إلا غضبا لله ولرسوله. هذا غضب لله فقط، ما قبل المال. بعدين الإمام أصر عليه فقبل المال بإصرار الإمام صلوات الله عليه، موقف لله كان. الإمام قال له إن الله رأى موقفك وعلم نيتك، ولكن اقبل هذا المال، فقبله. الجامي ينقل في كتابه أن شخصا رأى الفرزدق في عالم الرؤيا في هيئة حسنة جيدة، فقال له كيف أعطيت لك هذه المنزلة وهذا المقام؟ فقال إن الله تعالى غفر لي بتلك القصيدة. هاي القصيدة اللي قلتها الله سبحانه وتعالى غفر لي بها. الجامي يعلق على هذه الكلمة يقول لو أن الله تعالى غفر للعالمين جميعا بهذه القصيدة ما كان عجيبا. يعني هذه القصيدة فيها من القوة، قوة الموقف، ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى هالشكل اقتضاء فيها أن الله يغفر للعالمين. يمكن هذا المجلس الذي نقيمه هو يكون سبب للغفران لرحمة الله، المقالة التي نكتبها، الكتاب اللي نطبعه، الماء اللي نعطيه للقلوب العطشة للأفراد العطشانين، هو هذا يكون سبب للمغفرة. ليش واحد يحرم من هذا الفعل؟ من الأفراد الذين وفقوا ونالتهم العناية دعبل الخزاعي رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل حقيقة موقفه كان موقف
عظيم. 50 عام كان مشرف لأهل البيت، 50 عام. هو كان يقول إني لأحمل خشبتي هذه من 50 عاما أنتظر من يصلبني عليها. 50 عام كان مشرف، يعني عرض نفسه للقتل هذا الرجل بحبه لأهل البيت، بدفاعه عن أهل البيت. قال للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها. أنا في هذه الدنيا عشت خائف، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي أو يوم وفاتي. خائف، ما أعلم أنتم في أيام الاحتلال ذقت معنى الخوف. الآن بعض الشعوب المشردة دا يذوقون معنى الخوف. الخوف شيء قاتل. 50 عام عاش خائفا مشردا مطاردا لأهل البيت. إذا قلنا واحد يحضر مجلس أو يقيم مجلس نستكثره على أهل البيت، أو يتبرع لطبع الكتب لإقامة المجالس في داخل الكويت في خارج الكويت، ليستكثر واحد هذا. لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي أو يوم وفاتي. فقال له الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: آمنك الله يوم الفزع الأكبر. وهو أوصى دعبل أن هاي القصيدة التائية اللي الخطباء يقروها، أوصى أن هذه القصيدة تدفن معه في كفنه حتى تكون منجية له في الليلة الأولى من القبر. هاي القصيدة اللي الخطباء يقروها: أفاطم لو خلت الحسين إلى آخر. رؤي في عالم الرؤيا وعليه ثوب أبيض أو ثياب بيضاء وقلنسوة بيضاء في هيئة حسنة، هذا دعبل. فقيل له: كيف وما هذه؟ فقال: بعد أن توفيت جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الممات، قال لي: أنشدني أبياتك لا أضحك الله سن الدهر. يقول: فأنشدته هذه الأبيات: لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. يقول: أنشدته هذه الأبيات فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خلع علي هذه الثياب، الثياب البيضاء أو الثوب الأبيض والقلنسوة البيضاء، وتشفع لي عند الله. النبي صلى الله عليه وآله أصبح شفيعا لي عند الله. وأنا الآن في هيئة حسنة وأنتظر يوم القيامة. من الأفراد أيضا الذين وفقوا في هذا المضمار: السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه. هذا شاعر جديد مو قديم، شاعر عجيب وأشعاره جدا قوية في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ينقل في أحواله: هؤلاء الذين يخدمون أهل البيت يجب أن يعظموا حقيقة، لا تنظر إليه، انظر أنه خادم لأهل البيت. المجدد الكبير المرزا محمد حسن رحمة الله عليه صاحب قضية التنباك كان المرجع الأعلى في حياته، مع مكانته
ومرجعيته. في يوم من الأيام المجدد الكبير زار السيد حيدر شاعر أهل البيت، فانحنى هذا المرجع، لاحظوا التعظيم، انحنى هذا المرجع الكبير وقبل يد السيد حيدر الحلي، لأنه شاعر أهل البيت، لأنه خادم أهل البيت، المرجع الأعلى يقبل يد شاعر لأهل البيت. النظر مو للسيد حيدر الحلي، النظر أنه هذا شاعر أهل البيت، هذا خادم أهل البيت. رأى السيد حيدر في عالم الرؤيا صلوات الله عليها الصديقة الزهراء صلوات الله عليها. فدعت له بدعاء جدا دعاء مهم. أكو بعض الأفراد مدة يخدمون يسعون، ثم على أثر بعض المشاكل التافهة أو غير التافهة يتركون. الله يسلب منهم هذا التوفيق. حقيقة واحد لازم يخاف من هذا الشيء، أنه يوم من الأيام على أثر أشياء تافهة أو غير تافهة يسلب منه التوفيق. يقول رأيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهي جدته، لأن سيد حيدر الحلي من ذرية الحسين صلوات الله عليه حسينه، فالزهراء جدته. قال رأيت الزهراء صلوات الله عليها في عالم الرؤيا، فذهبت إليها وسلمت عليها وقبلت يدها، فقرأت لي هذا البيت: أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا. يعني الله يديم لك هذا التوفيق. أكو أفراد سلب منهم التوفيق، انحرفوا، تركوا. حسان ما كان هالشكل، اللي دافع عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثم صار ضد أمير المؤمنين، يحرض الناس ضد أمير المؤمنين، ما صار هالشكل. قالت: أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على مر الليالي البواكيا. يقول فنهضت من النوم وأنا أبكي. ثم قال قصيدة السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، خطباء يقرون أبيات أبيات عظيمة. ثم نظمت قصيدة على غرار هذا البيت الذي ذكرته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في عالم الرؤيا، وأوصى أن هذه القصيدة، القصيدة مذكورة في أعيان الشيعة، إذا حبيتوا راجعوها، وأوصى أن هذه القصيدة تدفن معه في قبره حتى تكون ذخيرة إلى السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه، خادم أهل البيت، خطيب أهل البيت. أوصى أن مجموعة من كتبه، كتب اللي ألفها علي من المهدي إلى الله، الإمام المهدي من المهدي إلى الظهور، الإمام الجواد من المهدي إلى الله، مجموعة من كتبه أوصى أن تدفن معه في لحده. حقيقة هذه الأشياء ذخيرة لنا عند الممات، في القبر، في القيامة، عند العبور من الصراط. الإنسان يجب أن يستفيد من هذه الفرصة لتعظيم هذه الشعائر وخدمتها بقدر ما يتمكن. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله سبحانه ألا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ترجمة.